فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: رجل أكل ثوما أو بصلا ثم رجل أكل ثوما أو بصلا ثم أتى إلى صلاة العصر في المسجد وصلى، مع العلم بأنه يعلم الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، يقول هل له توبة حينئذ؟ نعم، هذا آثم، عليه إثم لأنه خالف الحديث، عليه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا. الله يتوب على من تاب. نعم. ثم يقول حفظك الله: والذي صلى بجانبه هل له أن يقطع الصلاة إذا كان يتأذى برائحته؟ يقطع، ما هي بخطر، ما يقطع الصلاة إلا للخطر، الثوم والبصل ما في خطر، لا يجوز لقطع الصلاة. نعم.